حنايا كصناع تقليديين من هذه الازمه ديال الكورونا كلها حنا كنعانيو تقريبا، هذه تقريبا 8 شهور وحنايا كنعانيو جالسين من كاين لا خدمه لا والو. زاد تاثرت علينا هذه الماكينه ديال الليزر، هذا الليزر اللي يعني خلات جميع الصناع التقليديين اللي كنخدموا في السروج تضروا، المنتوجات الصناعيه النحاسيه كلهم تضروا. يعني الا كان شي شغال شي كوموند ولا شي حاجه يعني كل معلم كيهبطوا الماكينه ديال الليزر، والصانع التقليدي هو جالس. وهذا الصناعه التقليديه راه تضرت بزاف من هذه الجائحه، ونطلبوا من هاد الناس هادو من هاد المسؤولين يشوفوا في حاله الصانع التقليدي والظروف اللي كيعانيها. هذه دابا تقريبا سنه اخويا كنا كنسلفوا صراحه، ولينا بحال اللي كنسعاو، كاين اللي كيتعاطف معاك وكله وكيفاش الكره تجمع الماء والضوء كذلك. صافي دمرنا اخويا، وقعنا الدمار، هما عايشين واكلين شاربين ما حاسينش بينا، عندهم هما عندهم الماندا ديالهم، عندهم الشهريه ديالهم، حنا انت كتشوف حنا مدمرين. وكيفاش يلاه هما يقولوا لنا كيفاش؟ حتى البديل ما عندنا، نوضوا نديروا شي حاجه اخرى ما كاينش، يلاه يقولوا لنا البديل فينا هو؟ راس المال اللي كان عندنا خسرناه، ذاك كوفي 19 واحد راس المال كان عندنا مشى، اذا باش غنعيشوا؟ كنقولوا لهم يديروا لنا الحل. تقسحنا الحنا، قلت لك حاله مزريه، ما لقيناش، قلت لك ما نقدموا ولا ناخروا، هذه عام وحنا كنعانيو، ما لقيناش شي مساعده من طرف الدوله ولا من طرف المسؤولين ديال الغرفه ولا من الجهات المعنيه. حنا في حاجه للمساعدات في هذه الساعه هذه، وحنا غادي نواصلوا النضال ديالنا حتى الاخر رمق. خرجت الاله ديال الليزر، خرجت الاله ديال الليزر اللي ما قدوش يقفوا في وجهها، وزادت السلعه ديال الشينوا اللي غزات الاسواق المغربيه ككل، وزحمتنا في قوت العيش اليومي ديالنا، والغرفه ما دخلتش، ما دار حتى شي مجهود ولا احتجت. حنا كنحتجوا على هذه الغرفه هذه، من ما غدافش على الصناعه التقليديه ما عندنا ما نديروا بها، يمشيو يرحلوا علينا، يخليونا نشوفوا المصالح ديال الله يجزيكم بخير. العام هذا لا نعاود لك انا كيعش عشته وداز عليا، فهمتيني؟ الهضره ما عندها باش تبين الاحساس، فهمتيني؟ احس بك غير ربي. اما راه سول داك الناس كيعاشوا، الناس اللي مجهوله، اما انا عزري انا دراسي، اما اللي مسكين عنده الوليدات وخدام غير بالنهار كيدير هذا؟ وصناعي باش صناعي؟ راه صناعي راه بحاله بحال الموظف اصاحبي، راه صناعي راه هو اللي عاطي لهاد البلاد القيمه. هاد البلاد باش عايز بالقطاع الصناعه التقليديه والسياحه؟ باش صافي غير ما بقات السياحه نسيتوا الصناعه وتزيدوا تخرجوا لهاد الماكينه ديال الليزر، ونجيو عند الصناع نعطيوهم نمولوهم كاع الصناعه التقليديه غدمر الماكينه كتخرج العداد، نجيو نديرو ونخدمو الناس ونديرو لهم. ماشي راه غير الشينوا 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 الشينوا، حتى الباشا تولي ميولي كامل شينوا، تيجيبو هاد لي ماشين باش تيستوردوها من الشينوا من الصين. ما خلات الصناعي ما يخدم الصناعي مسكين، واقيلا يمشي بحال يحفروا له شي واحد المقبره وهيموت. لا اله الا الله محمد رسول الله. ومعاناه ديال كله عانى، كله المعاناه ديال الجائحه، اللي عنده الوليدات ما لقى ما يوكلهم ويشربهم، مين واش يمشي يسرق؟ حنا تنطلبوا من صاحب الجلاله يدخل لينا في هذا الشيء ويشوف حاله الصانع التقليدي، راه لا اله الا الله محمد رسول الله، راه وصلت له العظم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.